شاركت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار في احتفالية الذكرى 70 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو في مقر منتدى سان بطرسبورغ الثقافي الدولي بجمهورية روسيا الاتحادية. وبهذه المناسبة أكدت معالي الشيخة مي بنت محمد على ضرورة الحضور في الجهد العالمي للارتقاء بالثقافة في المجتمعات، مشيرة إلى الأثر الإيجابي لعملية تبادل الثقافة والتواصل الحضاري بين شعوب العالم. ويأتي احتفال منتدى سان بطرسبورغ الثقافي الدولي بمناسبة ذكرى تأسيس اليونسكو 70 بالتزامن مع احتفائه بالذكرى 25 لتسجيل أول مواقع جمهورية روسيا على قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 1990، وهي وسط مدينة سان بطرسبورغ التاريخي، الكرملين والساحة الحمراء في العاصمة موسكو وموقع كيزي بوغوست. هذه المدينة العريقة التي تعد عاصمة الثقافة لروسيا بأكملها في سانت بيتربرغ، حيث المتاحف وحيث الثقافة لها الدور الأول في المحافظة على الهوية الوطنية. لو انفتحنا على الآخر لربما خفت الضغوط السياسية التي نعاني منها في أوطاننا العربية بالتحديد. الانفتاح على الآخر، توصيل المعلومة الصحيحة، تصحيح ما اختلت صورته خلال الأحداث الأخيرة، هو المهمة الأولى لوزراء الثقافة. وهذا التجمع دائما نعول عليه لمزيد من التقارب وتقريب وجهات النظر. الحديث أن عندنا لقاء في هناك تقاليد جيدة في تونا الثقافي بين البحرين، ونحن كان عملنا معرض ممتاز جدا عن الحضارة القديمة للبحرين، وعندنا في مشاريع لعدة معارض أخرى سننظم هنا في إرميتاج من البحرين، ونشترك أيضا في كنا نشترك في الحياة الثقافية في البحرين إن شاء الله. سنة هذا كان الأساس للقاء، ونحن نلتقي كمان لنناقش الشعب الدقيقة.